السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابة النهاردة ان شاء الله في الفيديو ان انا احكي عن تجربة شخصية حرفيا هي غيرت حياتي. يعني مش مجرد ان انا بقول تجربة ممكن تنفع وممكن ما تنفعش مع حد، قطعا لازم تنفع مع كل حد يستخدمها، الا وهي الصدقة. مش عارفة ابدأ لكم منين، يعني اجيب لكم من اول مرة اكتشفت ان الصدقة عملت حاجة فعلية في حياتي، يعني رجت حياتي فعلا، ولا ان انا اقول لكم ابرز المواقف. يعني انا هحاول اقول لكم ابرز المواقف ليا مؤخرا. يعني انا بتبع موضوع الصدقة ده من زمان، يعني زمان جدا، تقريبا من اول معرفتي يعني التزام، وكمان يمكن من قبلها بحاجات بسيطة، اللي هو اسمع مامتي تقول لي طيب لو استعصى عليكي امر حاولي ان انت تتصدقي لله بنية ان ربنا يفرج عنك الكرب. لما ولدت قبل ما اكتشف ان البيبي كان تعبان او عنده صفرة او حاجة، طبعا زي اي حد، ناس كتير قوي، ستات كتير لما بتيجي تولد ما بيكونش عند قابلة انها يبقى فيه رضاعة الا بعد مثلا 3 ايام اسبوع على حسب. فانا كنت صعبان عليا الوضع جدا، وعماله كل ما حد يسالني يا بنتي انت لسه ما رضعتيش ابنك، اعيط اعيط، احس ان انا مقصره فعلا، يعني البيبي جعان وانا مش عارفه اعمل له حاجه، يعني هو بيعيط حرفيا بيصوت من كتر الجوع وانا مش عارفه اعمل له حاجه. فكانت نفسيتي تعبانه جدا جدا بطريقه اللي هو يعني انا حاسه ان انا بعذب ابني. كنت في اليوم ده نازله اعمل له تحليل بتاع الصفرة، وبعدين قلت لزوجي توتا تعالى نتصدق علشان ربنا يعني ييسر لنا امورنا. انا كان في نيتي ان انا بتصدق علشان ربنا يعني ييسر موضوع الرضاعه ده، لان انا فعلا كنت متدمره نفسيا، كنت كل ما اروح لحد، طبعا اي حد طبيعي بيسالني يا بنتي وبيعيط ليه ما ترضعيه، فانا يا جماعه والله ما عارفه ارضعه، ما يعني ما فيش والله العظيم سبحان الله. يعني رجعت البيت، يعني انا رحت اعمل التحليل، خارجه من التحليل تصدقت، رجع البيت قدرا لقيت نفسي عارفه ارضع، يعني خلاص يعني مفيش مشكله، في ادرار لبن عادي، وايه ده ازاي امتى ده مفيش نص ساعه من عندي اللي بتاعت للمعمل تحليل، يعني انا كنت مذهوله ازاي في نص ساعه يا دوبك تصدقت وفي نص ساعه روحت البيت لقيت نفسي برضع الولد عادي مفيش مشكله، ايه ده معقول. موقف تاني بس اكتر طبعا واصعب من موقف الرضاعه، مش عارفه هو ايه اللي على النقاب ده، بس انا مش هغيره، يعني هو غالبا تراب، لا مش تراب، انا مش هغير النقاب واكمل الفيديو عادي. تاني موقف ده كان بقى كبير قوي بالنسبه لي، وده خلاني سبحان الله يعني انا عاجزه عن الشكر، عاجزه ان انا احمد ربنا ازاي. لما اكتشفت ان ابني عنده الصفرة كانت وصلت 24 و24، يعني هو كان في كبسوله كمان مش في حضانه، والدكاتره معظمهم كان بيقول لي احمدي ربنا وقولي الحمد لله ان البيبي انت لحقتيه، لان 24 دي لو الصفرة ما نزلتش اعوذ بالله يا اما البيبي هيبقى مش بيسمع يا اما لا قدر الله هيجيله تخلف عقلي. فطبعا انا سمعت الكلام ده انا مش مصدقه، بلس بقى انا هو اصلا لما راح الحضانه النسبه بتاعته كانت عليت، يعني كانت في اقل من ساعه ولا حاجه النسبه بتعلى، مش عارفين يسيطروا عليها، مش عارفين ايه اللي مخلي الصفرة تعلى بالطريقه دي. قعدت طبعا طول الليل وانا مستودعه الولد عند ربنا، وقلت الحمد لله، يعني انا مش هقدر اقول حاجه، بس انا ما كنتش حاسه ولا عارفه ممكن يطلع، يعني كلام الدكتور ما كانش مطمني خالص، وكان دايما كل ما اقول لحد على اعراض الولد يقول لي استودعي ربنا في الولد، خلاص الحمد لله، يعني الحمد لله جت على قد كده استودعيه ما تستنيهوش. روحت البيت لما كان في الحضانه، زوجي كلمني قال لي الحقي النسبه بتعلى. قلت له بتعلى؟ يعني احنا مدينه حضانه عشان النسبه تعلى؟ انا انهارت، ما كنتش عارفه هو طب ازاي بتعلى، طب يعني هم مش عارفين ايه اللي بيعليها. فرحت قلت له طيب خلاص، وقعدت سبحان الله، رحت طلعت اكل من الثلاجه ورحت عملته وحطيته في اطباق فويل كده او حاجه، وطلعته صدقه بنيه ان ربنا يشفي لي ابني. وكنت فاقده كل حول ليا او للدكاتره او قوه، ومتوكل على الله سبحانه وتعالى بس. ولما جيت طلعت الصدقه دي كان نيتي ان ربنا يشفيه. وانا رايحه الحضانه وزعت الاكل، ده هو كان تاني يوم من دخول الحضانه، وانا رايحه الحضانه وزعت الاكل، دخلت اخر كيس او اخر علبه فيها اكل اديتها لحد عامل او حاجه،
اتصل زوجي بالرعاية بالحضانة فوق، قالوا له النسبة نزلت تكاد تكون خلاص بينها وبين الطبيعي درجة أو درجتين، هي كده يعتبر خلاص في الطبيعي. احنا ما بقيناش مصدقين، يعني انتوا بتقولوا ايه؟ طبيعي ازاي يعني؟ ده لسه امبارح وصلت ل 24، بدأت تبقى طبيعي ازاي يعني؟ من 24 للدرجة دي كانت تقريبا 19 او اقل. انتوا بتقولوا بجد يعني ده حقيقي؟ انا بقيت اعيط في المستشفى ومش عارفة اعمل ايه. سبحان الله، يعني بقيت من جوايا كده، معقول معقول الدرجة نزلت في ثواني كده؟ يعني في ثواني ايه يعني؟ اقصد يعني الدرجة النسبة كانت عالية جدا وبعد كده نزلت ازاي؟ طب انتوا عملتوا ايه؟ طب ايه اللي حصل؟ هم قالوا سبحان الله لوحدها، احنا كناش متخيلين انها تنزل كده بالطريقة دي، دي معجزة، حصلت معجزة. بقيت اضرب كف بكف واقول سبحانك يا رب، سبحان الله، الصدقة ليها مفعول السحر فعلا. مرة تانية كنت رايحة امتحان، الإحصاء أنا بكرهها كره العمى وما بحبهاش، وأنا بفهم لما حد كويس يشرح لي لكن أنا بكرهها. وقدرا أنا ما كنتش مذاكرة خالص، كنت في الشغل قبلها بيوم وروحت متأخر، وبعدين ما قدرتش، كنت تعبانة عندي احتقان في اللوز وصداع ورشح وبتاع، ومش قادرة مش قادرة أمسك الورقة والقلم. فقلت انا هروح خلاص، كانت الامتحانات بتاعه الماجستير، التمهيدي بتاع الماجستير او مش فاكره، تقريبا كان الاختياري او الاجباري، انا مش فاكره. فروحت وانا طبعا لا افقه حاجه في حاجه ابدا، والله بالفعل ابدا، سبحان الله. يعني كان في عامل معدي فطلعت فلوس بسيطه جدا يعني واديتها له، وانا جوايا نيتي ان ربنا ييسر لي الامتحان وحتى يعني اعرف احل اي حاجه. والله العظيم انا مش عايزه اقول لكم ان انا الاحصاء دي انا جايبه فيها جيد جيد، وانا ما اعرفش حاجه فيها، سبحان الله. انا ما اعرفش كنت بحل ايه وازاي ومنين ودماغي جايبه التفكير ده منين. عايزه اقول لكم كل المواقف اللي حصلت، ولكن انا جبت لكم يعني ما فيش اغلى من الضنا عند اي حد، واكتر موقفين حصلوا معايا يخصوا ابني دول اكتر حاجه في دماغي جدا. انا لسه اول امبارح انا كنت مديه الرساله بتاعتي للدكتور، خلاص بقى انا يعني انا عايزه اناقش، انا زهقت وهو زهق والجامعه زهقت مني، انا عايزه اناقش مش هعرف اجل. فاديته له قال لي طيب بصي اسبوع كده ولا اسبوعين هرد عليكي، هيفر الرساله من اولها لاخرها هيرد عليك. قلت له طيب يا دكتور وخلاص. المهم رحت قدرا طلعت صدقه، قلت بنيه ان ربنا ييسر لي امري، يعني انا لسه بقى مستني اسبوعين او حاجه. اقسم بالله في نفس اليوم لقيته بيتصل بيا الساعه 10 بالليل، هو عمره ما عملها وعمره ما اتصل بيا من بعد 6 7، لقيته بيتصل بيا 10 بالليل يقول لي تعالي خدي الرساله بكره. اي نعم هو مديني كميه ملاحظات غريبه بس كلها على التنسيق مش على الماده العلميه بفضل الله، بس لقيته بيتصل بيا بيقول لي تعالي خدي الرساله بتاعتك وظبطيها، وعلشان عشان تدخلي بقى تشوفي التشكيل وتناقشي. فاللي هو سبحان الله، يعني ازاي احنا معانا كنز زي ده ومش بنستعمله؟ ازاي بنقعد نلف وندور حوالين نفسنا على حاجات ملهاش علاقه يعني مثلا مش حاجات طبيه نقول طب خلاص نروح نكشف وناخد بالاسباب ونطلع صدقه. في عندنا مشاكل ما بيبقاش ليها حل، احنا شايفين ان ملهاش حل. في عندنا مؤرقات وحاجات نفسيه احنا بنحسها احنا مش عارفين، مش ممسوكه مش ملموسه بايدينا، يعني ما نقدرش نقول ده احنا لو خدنا حقنا هنخف، ده احنا مثلا لو رحنا دفعنا فلوس مش عارفه نشتري حاجه بالحاجات دي هنخف. لا لا لا، في حاجات احنا مش عارفين ان احنا نحلها، حاجات بعيده عننا. تصدقوا بيها، اتصدقوا اتصدقوا علشان ربنا يبارك في حياتكم، ده اول حاجه. تاني حاجه والله فعلا الصدق دي معجزه، معجزه مخليه او بتخلي الشخص عاجز عن السبب. انت ايه سببك؟ يعني ايه السبب اللي حللي مشاكلي؟ ايه السبب اللي رزقني حاجه معينه انا عايزاها؟ انا اعرف واحده صاحبتي كانت بتحب ولد جدا، هو جارهم، كانت بتحبه جدا ولكنها عمرها في حياتها ما هتقول له ولا هتسمح انه يكلمها ولا اي حاجه. انا عايزه اقول لكم ان هي بقت يوميا تتصدق، اي نعم يعني كانت جنيهات مش حاجه كبيره، تتصدق بنيه ان ربنا يجعل لها في نصيب لو كان خير. والله العظيم اقسم بالله يدوبك هو شهر واحد بس، شهر او يمكن حاجه وعشرين يوم من تصدقها على الموضوع ده او بنيه الموضوع ده، وسبحان الله لقت كل السبل ميسره ليها، اللي هو
جه وطلبها من باباها والدنيا اتيسرت وباباها كان موافق، مع ان ما كانش بينهم سابق كلام ولا معرفه ولا اي حاجه، بس ربنا سبحانه وتعالى جعل الصدقه سبب ان هم يبقى فيه تقريب مسافات. الصدقه مش لازم تكون فلوس. كان في موقف في حياتي، بس انا مش هقول عليه، موقف مهم جدا يعني قلب لي حياتي 180 درجه. انا في الوقت ده كنت عارفه ان انا مش هعرف احل فيه حاجه، مش هعرف اعمل فيه حاجه، ومعيش فلوس، كنتش بشتغل، ومش كل شويه اطلب من بابا فلوس بهات فلوس عشان اروح اتصدق، لا يعني ما كنت انا اصلا يعني طبيعتي كنت بستحي اطلب من بابا فلوس. فكنت بكتفي، كان عندي في قطه كده عندنا، كنت كل يوم باجي اطلع لها كوبايه ميه وافتت فيها عيش او لبن وعيش، وابقى عارفه نيتي لله سبحانه وتعالى ان دي انا هعمل صدقه علشان يا رب الموضوع ده، وهي قطه وحبه ميه ولقمه عيش، مش حاجه كبيره، مش الوفات، مش جامع بنيته مثلا، مش حاجه. والله العظيم الموضوع اللي انا كنت عايزاه بحذافيره حصل. ليا مواقف كتير مع الصدقه، لو عايزة حاجة في الوقت المعين، والله في الوقت المعين، يعني مثلا أنا نفسي في حاجة، يا رب أنا نفسي في كذا يحصل في شهر كذا، عمر ما في حاجة بتظبط مع حد كده. كانت بتظبط معايا بالصدقة، لما كنت بتصدق بنية إن ربنا يجعل للحاجة دي مخرج أو يجيب لي الحاجة في الوقت المعين، والله العظيم كانت بتحصل فعلا في نفس الوقت اللي أنا عايزاه. خلاصة الموضوع سحر وحاجة كبيرة قوي، و ده فعلا العلاج اللي ملوش، اللي ما تقدرش مثلا تقول، او دي الطريقه اللي ما تقدرش تقول دي ممكن تصيب او تخيب. الصدقه مفتاح لكل حاجه، مفتاح لمشاكلك، مفتاح لغاياتك، مفتاح لدرء الشر، مفتاح لان انت يبقى نفسك تعمل حاجه ومش قادر فتعملها بالصدقه. حاولوا تتصدقوا، مش لازم تتصدقوا بفلوس كتيره، ممكن تتصدقوا بطعام، اطعام الطعام، ممكن تتصدقي بحاجه قديمة عندك، فستان، عباية، جس، خمار، نقاب، اتصدقوا بأي حاجة. أخرت ما تغلبوا برضو حاجة أنا بعملها قوي حلوة في الصدقة، يعني هقول لكم إيه طرق الصدقة اللي بتصدق بيها. كنت في الصيف أكتر حاجة أنا بحبها فعلا هي إن أنا أتصدق بمية. كنت وأنا ماشية في الصيف في الشارع كنت ممكن أجيب إزازة مية أو أزايز مية ساقعة واروح موزعاها على الناس اللي بيشتغلوا في الشارع، اللي هم بيلموا القمامه او اي حد، يعني اي حد ممكن تتصدق عليه، ممكن تتصدق على واحد قاعد في محل عادي مفيش مشكله، تصدق على اي حد. الميه بالذات تتصدق بها على اي حد الا سقيا الماء يعني. فسبحان الله يعني الصدقه ليها اوجه كتيره ومنافس كتيره وناس كتير محتاجين صدقه. إن عجزتم على إن أنتوا تتصدقوا بالأشياء أو بالفلوس أو بالأكل أو بالشرب، تصدقوا بالكلمة الحلوة، تصدقوا بابتسامة حلوة. الصدقة في حد ذاتها بتدخل السرور على قلب، على قلبك أنت الأول، قبل ما تدخله على قلب أي حد، على قلبك أنت الأول. والله يا جماعة اللي أنا بقوله لكم ده فعلا حصل. أنا مفيش حاجة في حياتي اتغيرت أو غيرت حاجة في حياتي زي ما غيرتها الصدقة. فتوكلوا على الله كده وجربوا، ابدأوا وشوفوا الصدقة هتعمل في حياتكم.